مع عايزه، السلامة. أيوة فانا باي باي بقى سريعا. يعني ايه تدفع في اول ديت؟ يعني مش فاهمه. او انهم مثلا يتقسموا في حساب المكان، يعني بقى يا سلام على اللي هو الشياكة، والراجل والست يعني كده ماسكين احنا الشيك، كده اجانب انت بقى. طلبت ماشي، قهوة لا أيوة. مين ده فتح كتير ازازة المية جدا على بالظبط فكره. احنا يعني؟ مش عارفين بقى هل ده يعني ترند مثلا اليومين دول، ولا ده موضوع بقى موضه، ولا ده بقى المتعارف عليه دلوقتي خلاص، واحنا اللي فعلا انا وعبيده بقينا ده قديمه. لا هو حتى لو موضة يعني أو ترند، فأكيد مش هتبقى في كل حاجة، مش محتاجة. يعني معروفة دايما إن الراجل هو اللي بيدفع، لكن البنت تدفع مع الراجل. دي أنا كنيهات شايفاها غريبة شويتين تلاتة. الحقيقة إن مش بس موضوع الماديات، ولكن كمان الناس اللي داخلين على جواز في حاجات كتيرة يعني مهمة ممكن تكون يعني ما بناخدش بالنا منها، لازم نعرفها في الفيرست ديت. طيب نتعرف بقى على حياة بعض، يومنا بيمشي ازاي، كل ده نعرفه بقى مع خبيرة الاتيكيت نادين جد اللي منورانا دلوقتي في صباح البلد. صباح الفل عليكي، وايه رأيك في الفيرست ديت؟ صباح الجمال، صباح الفل. منورون، منور بيكو دايما. كلمينا بقى عن الفيرست ديت، بغض النظر هو حاجة جديدة ولا قديمة، بس دلوقتي انا رايحة فيرست ديت، المفروض البس ايه واعمل بجد؟ ايه واتكلم ازاي؟ مش انا ايه ده؟ يعني، مش انا، بجد مش انا عبيده. اشوفك فيرست ديت. ايه الايه الصح؟ رايحه فين؟ رايحه فين؟ صح، على حسب رايحه فين. وفي الاخر هتحصي على الشيك ونمشي. وخارجه امتى؟ حاجه في منتهى، يعني خارجه نهارا ولا ليلا؟ معزومه على غدا ولا على عشاء ولا في هتشربوا فنجان زي قهوه؟ ال ال اشرب انا الكوفي. اسمه ايه التست اللي ظهر مؤخرا على تيك توك ده، اللي هو كاجوال ولا فانسي؟ لو كاجوال وهنخرج خروجه مول وسينما وكده هعمل ايه، ولو فاين دايننج او كده هعمل ايه؟ تعالي نتكلم في الاول عن اللقاء الروتيني اللي انت هتروحي تشوفيه لاول مره، وخلينا بعد كده اول فنجان قهوه، اول سينما، اول نتمشى شويه، اول عزومه أو العشاء، على الغداء، على العشاء، اول مره هيجي عندنا البيت، او انا هروح عندهم، او هيحصل مقابله ما بين العيلتين. خلينا ناخدهم حاجه حاجه. فعشان كده بقول لك، هو انت رايحه فين؟ ايوه، ما عشان كده قسمناهم. لو حاجه كاجوال، وامتى او بالزبط. لو بالليل بقى عشاء. احنا مبدئيا حاولي تكوني عندك ثبات انفعالي وهدوء ومتقبله، بما ان يعني انت لسه في كامل قواك العقليه. ايوه وهتاخدي القرار. ناحيه البر دي 100 خط، انت على البر بالظبط كده. تمام. فلازم تبقي يعني انت مؤهله نفسك ان انت تسمعي كويس. ما تبقيش ملفته للانظار زياده، بس تكوني ليدي. انا شيك، انا لطيفه. هنبعد طبعا عن الجينز والتي شيرت، خليهم لو احنا رايحين نقعد في كافيه او رايحين نتمشى شويه، فيبقى اللبس مناسب. ولكن احنا في اللقاء الاول احنا لسه هنتعرف على بعض، فانا احاول اكون بنوته لابسه اللي انا حاسه فيه ان انا حلوه، ما يقيدنيش. مش عشان انا خارجه فانا لازم البس جوب وانا مش بعرف امشي في الجوب، او البس كعب عالي وانا ما بعرفش امشي، فانا هحس او ده مش شبه شخصيتي مثلا. فانا البس الحاجه اللي تخليني لطيفه، بس ما يحسش ان انا نازله السوق او نازله اشتري اي حاجه او نازله، لا يحس ان الموضوع يعني الطله الاولى وانا داخله. لا ليدي بالظبط كده. يعني هاتي هاتي رجله يعني. طيب ولو بقى عشاء يعني هتشيك؟ لو عشا برضو على حسب المكان، هتعرفي انتوا رايحين فين. لو مكان شيك وفستان اسود، طب نادين شياكه كده وقت وكعب بقى عالي، ويتمرني على الكعب العالي في البيت. طب لو انا طويله زي حالتي وانا مش هو حتى بصي العريس طوله يعني ايه؟ مش هيعرفوا يجيبوا، هي مستخبيه ورا غصب عني. هنا نيهات بتلبسني فلات غصب عني. اللي اياك انا بقولها اياك اشوف الديلز. فلو لو انا مش عارفه هو طوله ايه، هل في اتيكات انه البس البسي اللي يريحك عايز. اللي انت ما تبقيش حاسه ان انت مقيده. أوكي. ولكن ما بلاش اول مره البنطلون الجينز الواسع او المقطع وجزمه الرياضه. ممكن تلبسي جزمه رياضه، بس تحاولي تحافظي ان هي تكون نظيفه جدا والرباط بتاعها مربوط ومحافظه على هندامك. اوكي. اوكي طيب، وضوافرك، شعرك او الطرحه لو كانت محجبه، درجات الالوان، نبعد عن الالوان الصارخه او المشجرات الجامد قوي او الاكسسوار اللي ممكن يشتت نظره.
او في بعض البنات بتلبس حاجات بتعمل صوت زي خلخال او حاجه طول ما الموضوع مش لطيف ابدا. انت مش جايه تعملي ايزاك وما تاخديش واحده صاحبتك معاكي وما تاخديش بنت خالتك ولا بنت عمتك بس اخد ماما ولا اخويا ولا اختي ممكن بس انت ما تشتتيوش يعني مش عروسه داخله ومعاها واحده تانية عروسه برضه عروسه بقى فانا اختار من فيكم. ده بيكون هم